لماذا يصعد الماء الساخن لأعلى ويهبط الماء البارد إلى أسفل؟ السبب في ذلك أن الماء الساخن من زيادة الطاقة الحرارية له تزداد سرعته وتزداد سرعة الجزيئات له وتقل كثافته فيرتفع إلى أعلى أو تصعد جزيئاته إلى أعلى، والماء البارد الذي أعلى تكون كثافته أكبر، الأكبر في الكثافة الأكبر أو الكثافة الأقل والحرارة الأقل، يهبط إلى أسفل ويظل حدوث هذه التيارات حتى يسخن الماء الماء كله ويصل إلى درجة الغليان، وتكون درجة الغليان واحدة للماء فيتوقف الحمل الحراري. يبقى في الحمل الحراري تحصل تيارات نقل الطاقة الحرارية، حيث أن الجزيئات اللي بتكون درجة حرارتها أكبر بتقل كثافتها، بينما الماء البارد الأكبر كثافة الأعلى يهبط إلى هذا يسمى بالتيارات الحرارية، بسبب تسخين الماء وبسبب ارتفاع الطاقة الحرارية عن طريق الموقد الذي يقوم بفعل تيارات حرارية تسمى بالحمل الحراري. يبقى الحمل الحراري هو عبارة عن انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة الجزيئات التي تحدث تيارات من مكان إلى آخر داخل المادة الواحدة، مثل الموائع أو الماء أو السوائل بصفة عامة. فيعرف على ذلك الحمل الحراري هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة الجزيئات أو الذرات من مكان إلى آخر داخل المادة. في حمل حراري طبيعي كما يحدث على سطح الماء أو الشواطئ كما واضح عندك بالكتاب. لاحظ على سطح الماء بيكون الحمل الحراري الطبيعي، يحدث الحمل الحراري الطبيعي عندما يصعد الماء المائع غاز او سائل الماء الساخن القليل كثافه اعلى نتيجه دفع الماء البارد له اللي هو العالي الكثافه الهائي الى اسفل. اما سطح الشاطئ فتجد في اثناء النهار يكون سطح الماء ابرد من اليابسه، ويكون الهواء الذي يعلو البحر ابرد من الهواء الذي يعلو اليابسه، كما يكون سطح اليابسه اعلى في درجه الحراره، فيتحرك الهواء الساخن من الارض الى الماء دافعا الماء البارد. الماء البارد يتحرك من البحر الى البر فيما يعرف بنسيم البحر. فما هذا الحمل الحراري الطبيعي الذي يؤدي الى حركه الهواء وتيارات هوائيه بسبب ان الماء الساخن فوق البر تكون كثافته اقل، والماء البارد فوق البحر تكون كثافته اكبر، فيقوم بدفع الماء الساخن يذهب نحو البحر، والماء البارد من البحر يذهب نحو البحر فيعرف بنسيم البحر. وهذا يحدث على الشواطئ نتيجة حركة الرياح على الشاطئ بحر بسبب الحمل الحراري الطبيعي. بسبب الحمل الحراري الطبيعي. في حمل حراري قصري. الحمل الحراري القصري. وأمثلة من الحياة على الحمل الحراري في حياتنا، الحمل الحراري الطبيعي، يحدث الحمل الحراري الطبيعي عندما يصعد المائع أو الغاز الساخن الكثافة إلى أعلى نتيجة لرفع الماء البارد الأعلى العالي الكثافة الهابط الأسفل، وذلك مثل ما يحدث على أي شاطئ البحر. أيضا من الأمثلة الحياتية على الحمل الحراري الحمل الحراري القصري. الحمل الحراري القصري أو الإجباري. القصري يعني إجباري، يعني ويحدث الحمل الحراري القصري عندما تؤثر قوة خارجية في مائع أو الماء فتحركه لكي ينقل الطاقة الحرارية، وتعد المروحة مثالا على الأدوات المستخدمة لتحريك الهواء. ففي أجهزة الحاسب أو الحواسيب مثلا تستخدم مروحة صغيرة لدفع الهواء خلال المكونات الإلكترونية كما واضح عندك في الكتاب. المروحة تقوم بدفع الهواء الساخن من خلال الأجهزة الإلكترونية لمنع ارتفاع درجة الحرارة المستمر، حتى تعمل على حماية الأجهزة من الحرارة وحمايتها من التلف. تدفع المروحة الهواء البارد نحو القطع الإلكترونية، فتنتقل الحرارة من القطع الإلكترونية الهواء الساخن إلى الهواء المحيط، ثم يطرد الهواء الساخن بسبب ضغط الهواء البارد بفعل المروحة، وتواصل القطع الإلكترونية فقدها للحرارة كلما دخل إليها الهواء البارد بفعل المروحة. ده مثال للحمل الحراري القصري، بأمثلة من الحياة على الحمل الحراري الطبيعي.
كما يحدث على شط البحر، وأمثلة من الحياة الحمل الحراري القصري كما يحدث في داخل أجهزة الحاسوب. شكل رقم 6، يستخدم الحاسوب الحمل الحراري القصري نقل إحاطة المكونات الإلكترونية بالهواء البارد لحمايتها من ارتفاع درجة الحرارة والتلف. ننتقل الآن إلى عنصر رقم 2 من العناصر في هذا الدرس، الموصلات الحرارية. الموصلات الحرارية، الموصل الحراري هو أي مادة، الموصل الحراري هو أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بها، وتكون الموصلات الحرارية جيدة بسبب ذراتها وبسبب احتوائها على روابط كيميائية معينة. يبقى الموصلات الحرارية هي أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة خلالها، وأفضل مثال لها المواد المعدنية مثل الحديد والألمنيوم والفضة والنحاس. سؤال: لماذا تصنع قدور الطهي من الألمنيوم أو الفلزات والمعادن الأخرى؟ لأنها مواد موصلة للحرارة، أو لأن الفلزات والمواد المعدنية قليلة الحرارة. فلماذا الفلزات مواد جيدة لنقل الحرارة؟ لأن الفلزات عبارة عن مواد، والمواد كما هو معلوم تتكون المادة من ذرات، من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات، والذرة توجد بداخلها نواة، والنواة موجبة شحنة، يدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة، ويوجد بينهما روابط، وهذه الروابط تكون في حالة الفلزات ضعيفة، لذلك تكون سهلة الحرقة نسبيا، ممكنها من الانتقال من ذرة إلى أخرى وبسهولة، والمساعدة على نقل الطاقة الحرارية. ومن هذه المواد الذهب والنحاس والألمنيوم، لذلك تصنع أواني الطهي من المعادن والنحاس. يبقى أخذنا اليوم أبنائي ما في موضوع انتقال الحرارة، طرق انتقال الحرارة، التوصيل الحراري والإشعاع الحراري والحمل الحراري. وفي نهاية هذا اللقاء لابد أن الطالب يقيم نفسه، من الأسئلة اللي يقوم بها الطالب نفسه تقويم أي المواد التالية توصل الحرارة جيدا؟ الخشب ولا الفلين ولا الفضة؟ نعم، لترصح الفضة لأنها من الفلزات. ونبه أبناء الطلاب في نهاية هذا اللقاء، أحب أن ننبه أبناء الطلاب الأعزاء بأن الدرس سوف يعاد على قناة اليوتيوب الخاصة بالمدرسة، ويتم البحث عنها بكتابة كلمة أنجال المستقبل وتفعيل الجرس لمشاهدة جميع الدروس التي تحتاجون إليها. وشكرا لكم ولكل المسؤولين القائمين على هذا العمل، نسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.